ابدى عمر الوحش كابتن وصانع العاب الاسماعيلي المقربين اليه غضبه الشديد لاستبعاده من لقاء المصري البورسعيدي في الاسبوع 26 للدوري الممتاز المحدد موعده 9:15 مساء الخميس باستاد برج العرب بالاسكندريه لاسباب فنيه، لافتا النظر الى انه لا يدري سبب جلوسه على دكه البدلاء في المباريات الاخيره واشراكه في وقت قصير جدا منها حتى الان. انقطع محمد خليفة لاعب وسط الاسماعيلي عن حضور التدريبات منذ 3 أيام دون ابداء اي اسباب، الامر الذي دفع احمد صالح المدير الاداري لاتخاذ الاجراءات اللازمة بتدوين اسمه ضمن كشوف الغياب وارسالة للاتحاد المصري لكرة القدم تمهيدا لتنفيذ العقوبات المالية ضده. نجح باهر المحمدي كابتن وقلب دفاع الاسماعيلي في لم شمل زملائه اللاعبين بعد ان تجمعوا على مائدة الافطار الرمضانية التي نظمها امس لهم خارج النادي باحد مطاعم المندي الشهيرة في وجود الاطقم الفنية والادارية والطبية للفريق بقيادة حمزة الجمل، وذلك قبل مباراتهم المهمة مع المصري البورسعيدي الخميس باستاد برج العرب بالاسكندرية لتخطي عقباتها. يفضل حمزة الجمل المدير الفني الاسماعيلي دائما منح لاعبي الفريق الاول لكرة القدم محاضرات نظرية قبل كل حصة تدريبية لتبصرهم اهمية المرحلة المقبلة وضرورة بذل قصارى جهدهم للابتعاد عن المنطقة الخطرة بجدول المسابقة المحلية. طلب التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلي الاسبق وبيراميدز حاليا المسؤولين بالنادي الاسماعيلي بالالتزام باستكمال صرف باقي مستحقاته حتى لا يضطر للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مرة أخرى للحصول على عقوبة جديدة تجاه قلعة الدراويش.